حسام عبد الله سطوف آل الشيخ. أنا مهندس معماري خريج جامعة حلب دورة 1999. عملت في مؤسسات الدولة في مدينة حلب في المؤسسة العامة للإسكان، وبعد ذلك تم الانتقال إلى دولة الإمارات العربية في أواخر عام 2001. العمل بداية أنا كمهندس معماري، ومثل أي مهندس معماري في مجال الاستشارات الهندسية، بداية كديزاينر، ده يعني ديزاينر مصمم مع متابعة المشاريع في المواقع. واستمرينا طبعا في العمل في مجال الاستشارات من عام 2001 لأواخر عام 2006، يعني حوالي 5 سنوات. و خلال عملنا في مجال الاستشارات طبعا بسنة 2003، أي بعد حوالي 2 سنين، كانت الانطلاقة في مجال العمل الحالي اللي هو أعمال الحجر والرخام. مؤسسة أحجار الشام كانت اسمها مؤسسة بداية، تأسست كمؤسسة في عام 2003. طبعا يعني كمثل أي مهندس معماري، المهندس المعماري دائما في بيكون عنده توجهات معينة، لحب أو عشق لشيء معين في حياته، لمادة معينة. في ناس بتحب الحجر، في ناس بتحب الخشب، في ناس بتحب أو ممكن تعشق شكل معين هندسي أو أي شيء آخر. فالحب لها للمادة هي وللإبداع اللي ممكن يطلع من هالمادة هي والتشكيلات اللي ممكن تسويها، يعني هي كمادة طبيعية. طبعا هي لها أعراقها، معروفة أكثر المباني المتبقية اليوم أصلا من قبل التاريخ لليوم، هي مباني تعتمد على الحجر، المباني الطينية والمباني اللي كانت تعتمد على الطوب كلها اندثرت وانتهت. فكانت اللي خلدوا التاريخ واللي متبقي لليوم عندنا هي اللي قامت على الأحجار، والأحجار خاصة أنه لم تكن سابقا للإنشاءات لا المعدنية ولا البيتونية. نحن بدأنا بالفيلا الصغيرة في مدينة العين، ولما كانت الانطلاقة الأكبر من دبي، مدينة دبي كانت فيلا متميزة، فيلا كبيرة. وبدأنا في مجال طبعا توسعنا من فيلا لمجمع فيلل، لأسواق تجارية، مساجد،
هذا الكلام طبعا لا يخص مدينة العين وحدها أو إمارة دبي، بل كل إمارات الدولية. يعني بعد المجمعات السكنية والأسواق التجارية كان انطلقنا على مستوى قصور، من الفيلا الكبيرة قصور، وحتى في مجال البنايات السكنية، بنايات سكنية مؤخرا يعني آخر كذا سنة كان في عندنا كذا بناية سكنية في مدينة دبي ومدينة العين على وجه الخصوص. هي يعني بشكل عام طبعا أغلب مشاريعنا فيما يخص الحجر والرخام كان لإكساء الواجهات الخارجية في مادة الحجر والأرضيات الداخلية بمادة الرخام، إضافة في الأرضيات الخارجية المحيطة بالمباني كان بمادة الجرانيت، حيث أن الجرانيت بتحمل عوامل حرارة ورطوبة وقساوة وضغط أكثر بكثير من الرخام، لذلك كانت تستعمل فيه المباني العامة والمباني الإدارية إضافة إلى المراكز التجارية. مادة الحجر مثل ما حكينا بداية كانت تستعمل سابقا بالعصور القديمة للإنشاءات، كانت تستعمل هي كمادة أساسية، ما كان متوفر عندهم الخرساني ولا الخرساني المسلحة ولا الحديد ولا ما كان الحجر، وكان الطين والطوب والخشب أي المواد اللي تستعمل. فالمباني الحجرية هي المباني اللي خلدها التاريخ واللي هي استمرت اليوم في مباني قائمة أكثر من 2000 سنة أو على الأقل آثارها قائمة. أما اليوم المباني اللي أما اليوم تم استعمال المادة أكثر في الإنشاء، تم استعمالها كإكساء، فكانت المادة كإكساء وتزيين للمباني، وكان استعمالها يعني بداية أكثر شيء كان استعمال بالواجهات الخارجية، وتم استعمالها اليوم يعني كديكور بالواجهات بالداخل المبنى، داخل خاصة بالمباني السكنية، لأنه تعطي تطفي دفء، تطفي يعني روح للمبنى كونه هي مادة طبيعية، فكل مادة طبيعية تتنفس، والحجر مادة طبيعية مثل الخشب، فيعني خاصة الحجر لما بيكونوا بالداخل يستعمل على طبيعته بدون أي معالجات بيعطي روح أكثر، بيعطي إحساس بالدفء في داخل المنزل. الحجر بالأساس بيكون خام، بيطلع إما حجر من جبال بينقص من جبال أو من البلوكات من داخل الأرض كبلوك، ويقص طبعا بالمناشير المتخصصة. طبعا البلوكات يعني اللي بتطلع كان اللي بنستعملها نحن يعني من خارج الدولة، غالبا بالمنطقة هون في عنا أكتر شيء نحن بالنسبة كدولة الإمارات، والأقرب علينا هي عمان، منطقة عمان في بعض الجبال بعمان، وفي مصانع حديثة لقص البلوكات وشرحها لألواح، ونحن بنستورد الألواح ونقصها في مصنعنا ونستعملها في الإكساء. الحجر كونه كمادة طبيعية بعدد ما في جبال بهالدنيا، بعدد ما في أنواع من الحجر، يعني فدائما يعني الحجر، وكل ما تقدمنا في المصلحة نكتشف أنه دائما في أنواع جديدة حجر، أنا عم أتكلم كحجر أو رخام أو حتى كجرانايت يعني كصخر، يعني في أنواع كثير من الحجر. الحجر اللي بالنسبة للمستعمل بالواجهات الخارجية أكثر شيء هو الحجر اللي مثل ما خبرتك، الحجر العماني، في عندنا الحجر السوري والحجر الفلسطيني والحجر الأردني والحجر حاليا صرنا حوالي سنتين ثلاثة عم نستعمل الحجر المصري، تم اكتشاف أنواع جديدة من الحجر المصري عم نستعملها بالديكورات كونه مطوعة، وإضافة للحجر التركي، هي الحجر يعني الحجر الموجود في المنطقة أكثر أنواع الحجر اللي تم استعمالها، بما فيها الحجر السعودي كمان، الحجر السعودي كمان مرت فترة كان يعني أكثر حجر طاغي في البلد كانتشار. طبعا هاي أغلب أنواع الحجر المستعمل في مشاريعنا. أما فيما يتعلق بالنسبة لأنواع الرخام، فأنواع الرخام كما تم ذكره سابقا لا تعد ولا تحصى، وإنما نستطيع ذكر بعض مصادرها الأكثر انتشارا في دول الخليج وفي دول الإمارات خصوصا. طبعا عندنا الرخام التركي والإسباني، هذا فيما يخص الألوان البيج والكريمي. أما الألوان البيضاء والرمادية فالأكثر شيوعا هو المصدر اليوناني والإيطالي.
أما فيما يخص الجرانايت فأكثرها استعمالا هو الجرانيت السعودي، النجراني طبعا، إضافي إلى الجرانيت الهندي والبرازيلي والصيني في بعض المحلات يعني العامة والتجارية، لأن كانوا سعره يعني رخيص نسبيا. كيف بيبدأ الشغل عندنا؟ بيجي العميل بيفرجينا بيعطينا الديزاين اللي عامله عند الاستشاري، ومنفهم وجهة نظر العميل شو حابب بداية، إضافة إن إحنا طاقمنا الهندسي بيشوف المشروع كيف مدروس بطريقة حديثة، مثلا خطوط حديثة مودرن إلا لا خطوط كلاسيكية، على أساسها نعمل البروبوزل تبعنا، نعمل مقترح واثنين وثلاثة لحتى نحن نقتنع في المقترح ونعرضه على العميل. كتيم هندسي هون موجودين، ثلاث معماريين ومعماري سايت وواحد سيفيل انجينير مهندس مدني، فبيتم دراسة المشروع عندنا ضمن التيم الموجود بالمكتب، وبنعرض علينا المشروع بنشوفه، بنحط ملاحظاتنا على المشروع، شوف ممكن هلا هيك احلى، لهيك اجمل، لهيك ممكن تصير، بس اقتنعنا فيه بنعرضه على الزبون، وزبون نتناقش معه، ممكن زبون وجهات نظر معينة، أحيانا زبون طبعا دائما رأي زبون محترم، وبس نحن أحيانا ممكن زبون مو دائما يكون على صواب، يعني أحيانا لأنه هو مش متخصص هو بالأساس في يعني كمهندس أو ك، بس يعني ما شاء الله حتى اليوم الزباين احترم، يعني صار عنده صار في ثقافة لمادة الحجر. أنا حكيت لك بداية الحلقة كانت يعني من 2001 لما بدأنا بالعمل الهندسي في دولة الإمارات، كانت ثقافة الحجر محدودة نوعا ما، وكانت خلينا نكون صريحين أكثر، ما كان في شركات كتير متخصصة في هالمجال هذا، كانت شركات بسيطة وبداية خجولة كانت في الماركت العام. فيما بعد تم التوسع في هالمجال هذا، و طلع شركات كتير يعني مو بس شركتنا طبعا، وصار في مثل خلينا نقول تحدي شلينج في الموضوع، صار في يعني عمليا اكثر ابتكار، اكثر اداء، تخصص اكثر، فصار عمل هندسي مو بس مجرد عمل فني او نحت، صار عمل هندسي مع العمل الفني والمتابعه يعني في المشاريع. يعني هذا اللي أنا حبيت بس أحكي بشكل عام عن أنواع الحجر. طبعا فيما كمان أعمال سألتيني عن موضوع استعمال الحجر غير الخارجي والداخلي، نستعمله بالأرضيات الخارجية في اللاندسكيب، في الحدائق، جلسات الحدائق، كراسي في الحدائق، أعمدة في الحدائق، شلالات. طبعا أحيانا إذا في أماكن فيها مي نستعمل الجرانيت لأنه بيقاوم أكثر وتحمل أكثر. البيئة المحيطة ساعدت كثير، يعني دولة الإمارات طبعا من يعني من الدول الرائدة في المنطقة، وحتى يعني من الدول الرائدة يعني بتصوري بعد ما الجولة الطويلة هي في مجال عملنا، كان عندنا سفرات لعدة دول، شفنا مجال الاستثمار في دولة الإمارات بشكل عام، عم بحكي كان لكل مجتهد نصيب، يعني كانت المناخ جدا مناسب، ما في أي إعاقات لما عم استورد بضاعة خاصة من عدة دول، طالما البضاعة جاي سليمة طابقة للمواصفات، ما في أي معوقات، أي بتسهيل وصول البضاعة إلى المصنع واستعمالها حتى تسليمها للزبون في المشروع. فهذا كان التسهيلات الموجودة، يعني كان في يعني مناخ مناسب للاستثمار في هذا البلد، يعني رؤية مستقبلية في مجال العمل تبعنا. نحن دائما يعني هنتطور، ما من يعني ما من دائما في مجال هون بالرؤية، غير ما فينا نوقف عند سقف معين للرؤية. لما بدأنا كشركة متواضعة بعدد متواضع من العمال، صار في عندنا حوالي 5-6 مهندسين في الشركة، إضافة للطاقم الفني من المراقبين، من الفنيين، من الحفارين، من النحاتين، من العمالة، ضاعف العدد كثير حتى نحسن نغطي دولة الإمارات بما فيها يعني بكل إماراتها بكل مناطقها. التطور طبعا بدأنا كان كمادة الحجر، انتقلنا للرخام، كان استعملنا خارجي، صار استعملنا داخلي مع ديكور، صار استعملنا خارجي لاندسكيب، أرضيات، شلالات،
كل ما يتعلق بالحجر والرخام الشركة اليوم عندها تيم قادر على تلبية طلبات الزبائن فيه وتلبية السوق المحلي. هي نعمة الأمن والأمان هي أهم مناخ لحتى أي مستثمر في مجالنا أو في أي مجال لحتى ينشط لحتى يتطور لازم يشعر بالأمن على ممتلكاته، بالأمن على مستودعاته، على بضاعته. أنا اليوم مثلا مستودعات عندك بضاعة بأرقام، لازم يكون في يعني زمان أي بلد ما في أمن ما في استثمار ما في نجاح قولا واحدا، مهما كان المهندس أو التيم اللي عندك شاطرين أو يعني عندهم خبرات أو أكفاء، إذا ما في بيئة مناسبة لا يمكن يكون النجاح قولا واحدا. طبعا يسعدنا بالمناسبة هاي بعد ما استضفتونا ببرنامجكم قناتكم الكريمة، نتوجه بالشكر لدولة الإمارات وشيوخ الإمارات قيادة وشعبا على ما قدموه من تسهيلات لجميع المستثمرين في مجالنا وفي غير المجالات. طبعا نحن أبدا ما شعرنا من بداية الطريق في هذا المشوار اللي مشيناه بأي نوع من الغربة، شعرين كأنه ببلدنا للأمانة يعني يعني للتاريخ بحكيها. طبعا بعد الفضل لرب العالمين بتوجه بالشكر لعائلتي الوالد والوالدة وزوجتي اللي كانوا دائما داعمين يعني كأشخاص كلهم داعمين، وطبعا بفضل رضاهم ودعائهم ومتابعتهم لا يعني لمسيرتنا وتشجيعهم أظن يعني هذا اللي يعني ما وصلنا لها اللي إحنا فيه إلا بفضلهم ودعائهم تابعتهم.